السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مرة تانية في فيديو جديد بقى في مكان تاني. طبعا لسه مش هنقول لكم المكان ايه دلوقتي، ولكن هنوريه لكم. هنوريه لكم الأول وشوية تشويق كده، وهنقول لكم المكان ايه النهاردة إن شاء الله. بس هو مكان جميل، هو طبعا دي هنت من المكان. لا مش لازم يعني شوية تشويق بقى. هنوريكم دلوقتي كل الحاجات اللي بس احنا المكان يعني أقول لهم المكان؟ أقول لهم المكان فين؟ ماشي. هو المكان قريب من محطة مترو الأوبرا. حاولوا بقى تخمنوا كده لحد ما نخش جوه ونصور لكم الدنيا من جوه بشكلها عامل ازاي. يلا باي باي. يلا بينا. السلام. رجعنا لكم مره تانية يا جماعه. احنا قررنا بصراحه بقى نقول لكم المكان عشان نقول لكم تروحوا ازاي. هو المكان هو حديقه الحريه اللي موجوده في قريبه من مترو الاوبرا، يعني هي لازقه في مترو الاوبرا يعني. تمام. حديقه الحريه دي احنا شفناها على النت، تمام، قال لك ان هي مكان كويس، واحنا قلنا نروح نجربها ونعمل لكم عنها ريفيو بالمره عشان جنبيها الاوبرا على طول، يعني ممكن لو حد عايز مثلا يحضر حفله الاوبرا، حفلات الاوبرا بقى والكلام ده كله. ويجي الجنينه بقى من الصبح تروح جاي المغرب كده بالظبط. او الكاميرا بتتهز هزه غريبه جدا، بس قشطه يا جماعه اعذرونا، التصوير الخارجي ده مقرف يعني. بس احنا هنخش دلوقتي الحديقه ونصور لكم الدنيا من جوه ان شاء الله. يعني رجعنا لكم مره ثانيه يا جماعه بعد ما دخلنا بقى الحديقه من جوه. طبعا احنا هنصور لكم شويه مشاهد هتظهر جميله في الانترو كده، بس دلوقتي احنا هنقول لكم التفاصيل بتاعه الحديقه عشان ما ننساهاش في وسط الفيديو. تمام. الحديقه جميله جدا كمناظر. لسه طبعا هنصور لكم من جوه، وفي كل مكان هنصور لكم ونقول لكم شويه معلومات عنه. هو مشهور الحديقه ان هي فيها تماثيل كتير جدا يعني، وفيها معالم كتير جدا هنصورها لكم برده، وهتطلع في الانترو وهنصور احنا جنبها وكل حاجه. طيب التفاصيل بتاعه الجنينه سعر التذكره، سعر التذكره للفرد الدخول 10 جنيه. انا عايز اتكلم ثواني. تمام. الحديقه هتفتح من 9 الصبح للساعه 11 بالليل. من 9 الصبح ل 11 بالليل، عشان عارف صوت ساره ممكن ما يبقاش طالع في الفيديو. بس يا جماعه تعالوا نوريكم تمثال احمد شوقي. احنا جنبه دلوقتي. لف كده، لف الناحيه الثانيه يا زكي. لف ازاي كده يا زكي؟ يا زكي المخرج تعبني والله يا جماعه. اهو هات يا عم المخرج. لا قلنا ما نقلبش بورتريه خالص. احمد شوقي فين؟ اه يا جماعه بس خلاص بقى. تمام. بصوا الحديقة حوالينا يعني، هنلفها لكم كده. حاول الفها لكم. انا لا انت مالكش دعوة، احنا ممكن نصور بالكاميرا الخلفية، نسويتش من ماشي الكاميرا. ماشي هنوريكم بقى الحديقة ونجيب تاني. احنا يعني هنصور شوت تاني يا جماعة. احنا قدام غاندي يا جماعة. بصوا يا جماعة احنا دلوقتي قدام غالبا يعني الزعيم غاندي. اهو الهندي مش عارف غاندي هو اسمه معاق ذهنيا بس شوية. 1869 ل 1948. والتمثال شكله جميل بصراحة يا جماعة، شكله حلو قوي. طبعا التمثال 3D، مش بس مش مشهد بس يعني. ده بص اصلا الرياكشنات والتجاعيد اللي في وش تفاصيل فشيخة يعني يا جماعة. طيب ادي الجنينة برضو تاني اهي. طبعا احنا لسه في بداية الجنينة ما عملناش أي حاجة، وفي ثلاث تمثيل كده بيظهروا لك في الأول خالص. في تمثال هناك كده، نروح لون أحمر كده نشوف شكله عامل ازاي دلوقتي، عبارة عن مين يعني. تمثال احمر اللون، احمر اللون. تفتكر مين التمثال الاحمر اللون ده؟ هو ده تقريبا اسمه ده تقريبا زعيم صيني. مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، بس هو حد صيني يعني. ماشي. ما علينا بقى يا جماعة، عشان مش عارف اجيبه ولا عارف اخش له جوه بصراحة. هنتمشى شوية كده ونرجع لكم. برضو في يا جماعة شجرة منورة هناك اهي، بصوا شكلها حلو قوي بتغير اضواءها. تعالوا برضو ممكن نقرب منها. شكلها جميل. وفي تماثيل تانية، تمثال تاني. طبعا انت بقى محتاج انت تتمشى وتخش تشوف التماثيل الجميلة دي. هنتمشى نخش جوه نشوف التماثيل دي بتقول ايه. مين ده؟ معرفش. ده برناردو اوهيجنز. معرفش مين برناردو اوهيجنز. لو عارفين مين برناردو اوهيجنز ده بيكتبوا لنا في الكومنتات يا جماعه، عشان معرفش مين برناردو اوهيجنز ده. التمثال بتاع اباي ورا، بس انا مش مرتاح له يعني فمش صوره. كل الحاجات دي على 10 جنيه قليل. اه والله يا جماعه. ممكن تاخدوا جوله، هات برضه شمال كده نشوف صور الجنينه شمال. بصوا الشجره والجنينه عاملين ازاي يا جماعه. ده بني ادم شكله غريب. سانتاندير. ما اعرفش مين سانتاندير ده، بس شكله عامل ازاي. اللي يعرف مين البتاع ده يقول لنا يا جماعه. يعني تعرفوا اي معلومه؟ جمهوريه كولومبيا المئويه الثانيه للاستقلال. مين بقى البني ادم ده؟ لا
ده اللي جاي ده. الجنينة كبيرة أوي يا جماعة، أنا كنت متفاجئ، تخيلها يعني حاجة صغيرة. مين ده؟ إيلوي الفارو، معرفش مين إيلوي الفارو ده، اللي يعرفه برضه يقول لنا في الكومنتات، عشان احنا كده احنا مش عارفين أي حاجة تقريبا يعني. احنا تقريبا مش عارفين أي معلومة. هما تقريبا منقيين ناس، منقيين ناس معينين احنا ما نعرفهمش أساسا يعني، محدش يعرفهم. الجنينة حديقة جميلة جدا يا جماعة والله. احنا عايزين نصوركم كلها برضه، بحيث اللي عايز يجي يبقى فعلا مش كده، وانا في تماثيل كده، في تماثيل تانية وفي بلعات. بصوا الأرضية كمان طبعا، بنحاول نرفع الكاميرا قدر الإمكان عشان محدش يجي يعني يا جماعة. في واحد تاني اهو، شبه مين ده؟ صوروا صوروا، استني. لا ده انا مش خوسي حاجه، ده مين خوسي ده يا جماعه؟ اللي يعرف البني ادم العجيب ده يقول لنا بقى. مارتي بريز، خوسي مارتي بريز، ما اعرفش مين بريز ده، تقريبا ممكن يكون بريز بتاعه خلاص يعني الانسانيه، هو ده في الجانب الانسانيه يعني لازم. ده بريز بتاع كوبا. كوبا كوبا طبعا، وتشي جيفارا والحاجات العجيبه دي. نحن صور بقى البتاع اللي فوق ده خالص كده، اللي جنب الحديقه. ايوه هو المعلم بتاعنا. تعالى نخرج بقى من هنا، ده اوتيل ده يا جماعة. لا ده لا تعالى مش نخرج، هنشوفه هنشوفه. عايز اعرف الفندق ده اسمه ايه برضه يا جماعة. احنا عمالين نتعثر في تماثيل، بس طبعا لظروف الاضاءة السيئة في اضاءات كده ما بنعرفش نصور فيها التماثيل يعني. مين ده؟ دكتور اردن ايه؟ اردنفاو اريس مدريد. اللي يعرف البتاع ده يقول لنا يا جماعه، عشان مش عارف مين البتاع ده اساسا. اهو مش محقر يعني يا جماعه يعني، بس ما مش عارف مين ده يعني، المفروض تكتبوا ايه. هي بصوا الحديقه كلها حديقه فخمه فخمه، تحس ان في جو اسري كده وعائلي عجيب جوه الحديقه. برضه في واحد اقرع هنا اهو، مش عارف هعرف اجيب لكم هو ميجول ايه؟ ميجول حاجة كوستيليا او كوستيلا، ايا كان يا جماعة. اللي يعرف ده بتاع ايه؟ استقلال المانجا العويس، معرفش ايه ده بقى بصراحة. الحديقة مليانة تماثيل يا جماعة، اللي اخترع الحديقة دي انسان محترم، انسان محترم والله. بس يا جماعة في سلالم هناك اهي، الشيخة ممكن تقعد عليها تبقى شايف الجنينة كلها بكل محتوياتها. احنا هنروح نقعد عليها نصور لكم الجنينة من هناك برضو، بس هنشوف. بصوا التمثال اهو، ده مكتوب عليه امبي، معرفش ده امبي اللي عاملاه اللي مصممه، ولا ده واحد اسمه امبي فعلا يعني. بصوا يا جماعة تماثيل كتير جدا يعني في كل حتة، وطبعا المناظر الخلابة كثيرة جدا، والحديقة كبيرة جدا، وفي كافيهات هنا شايفينها. وانا ايديا وجعتني جدا، فاحنا هناخد بريك كده من التصوير وهنرجع لكم تاني بقى ماشي. احنا قعدنا شويه يا جماعه في الجنينه كده، قلنا نقعد على لحظه صفا كده مع بعض، بنسوي شويه امور يعني. فاحنا لقينا تمثال فقلنا نصوره. جمال الدين ده الوحيد اللي انا عرفته تقريبا لحد دلوقتي، مع احمد شوقي فعلا. مريم جمال الدين ابو جاني، تيجي يا عم نقرب شويه. ايوه يا عم واحد، بس هنلف بقى، هنلف الكل. احنا كل ده كنا ماشيين في الناحيه اليمين وانت داخل. هنلف بقى دي الناحية الشمال اهو، بنتمشى فيها في كافيتيريا هناك غالبا، وغالبا هنا غالبا دي نافورة اللي هناك دي. فين؟ هناك اللي في الوش دي اهي. غالبا دي نافورة، نافورة بس مقفولة، هما قافلينها اهو. في اوتيل اهو، انا مش فاكر اسمه ايه، ما عارف اقرا اسمه اساسا، شكل حاجة مش مصرية. هي دي النافورة يا جماعة، بس مغلقة في الغالب، مغلقة للتحسينات. ممكن تكون مش نافورة، تصدقي مغلقة للتحسينات ممكن، بس انا قلت ان هي نافورة اكدت على كلامك بقى. بس يا جماعة هي الجنينة يعني على فكرة خروجة جميلة يعني، جميلة جدا. هو ب 20 جنيه بس لو انتوا اتنين يعني، ب 10 جنيه بس لو انتوا واحد. هي الفرد اه ب 10 جنيه بصراحة. بس انا شايف لوحدكم، هاتوا عيالكم واولادكم واصحابكم. انا شايف ان انا شايف هنا كتير قوي بتلعب كورة. طب انت، انا شايف ان الخروجة يعني الجنينة على 10 جنيه قليل جدا يعني.
يعني هي فيها معالم كتيرة جدا جميلة وحلوة. احنا برضو هنكمل في نفس السلسلة اللي هي بتاعت الأماكن أجمل أماكن. يا ريت بقى تبقوا تقولولنا تعالى نمشي على بتاع ده. يا ريت تبقوا تقولولنا رأيكم بقى في الفيديو يعني وقولوا برضو انتوا حابين السلسلة ولا لأ، ولو في مكان انتوا نفسكم تروحوا بس خايفين تخاطروا وتروحوه ممكن هنروح نجربه ونقول لكم عليه، اكتبوا لنا في الكومنتات يعني. بص انا بحب امشي على البتاع ده، بصوا يعني رجلي كده رجلي كده ممشى كده عجيب بس حلو يعني. بس يا جماعه يعني هو ما اعتقدش ان في حاجه تانية ممكن نشوفها غير في كافيتيريا هنا تقريبا، كافيه وريستورانت. انا وقعت تمام، في تمثال هنا مش عارف تمثال مين ده، هو الراجل مش محترمنا خالص مدينا ظهره. فبس ده برج القاهرة اهو ظاهر من هنا، قريب قوي والاوبرا قريبة قوي. هو المكان ده تحس ان هو مليان بلاوي كده لطيف. يا جماعة اللي هيجي هنا، انا عايزة اقول لمصطفى معلش حاجة، اتفضلي. اللي هيجي هنا يجي ممكن يجي الاوبرا، يجي كوبري قصر النيل قريب جدا برضو من هنا، يجي برج القاهرة، يجي الحرية، يجي حديقة الحرية. بس يا جماعة اهو ده تمثال مين مش عارف. في ناس بتبيع ترمس بره بقى وحمص شام وحاجات حلوه بالظبط. طبعا هي خروجه جميله جدا بكل المقاييس، لو عائليه او خروجه يعني فرديه. احنا من اول بنصور لكم الحاجات الرخيصه دلوقتي، يعني ممكن تخرجها ببلاش او ممكن تدفع فيها مبلغ رمزي مش مبلغ كبير. بالظبط يا جماعه، بس مش يعني مش هنفكركم ان احنا محتاجين بقى الدعم منكم، شويه لايكات كده للفيديو وسبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده، وباذن الله نشوفكم في فيديو جديد بتاع الخروجة الجاية مع سلسلة أهم أو أحسن أجمل وأرخص وأجمل أماكن خروج في مصر في القاهرة أو في القاهرة. احنا طبعا احنا بنترجت الأماكن بره القاهرة بس، وبعدين ندخل على أي أماكن ثانية. بالظبط، بس نشوفكم فيديو جديد بقى يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.